ساحة النقل الداخلي المعروفة باب الطوب. الساحة كملت بس إزالة السقيفة، يعني ما بيها فرش شيء، بس السقيفة يزيلوها وتمارس عودة الحياة بيها. هسه هاي منطقة باب الطوب. قل لي أشهر هسه على فتح، هسه هذا محلي، هسه كملت. صوروا وشوفوا جاهز وكامل، مو كل مسؤول يطلع بالتلفزيون يقول عمرو كملوا كذا. طبعا كلها ذاتية بدون أي تعويضات، دينار ما حد انطانا. هسه انا ما اريد منهم شيء، هسه اريد شوف هذا الشارع، هذا شارع اشهر افتح يعني هسه، وهذا يعني يم الساحه بالضبط تابع للساحه. جاء المحافظ بينا ترجيته يابا استاذ كذا، قال اي ورا العيد ان شاء الله هذا الكرفان ما شرطه ينشال، وهذا الشارع طب البلديه تسوي لك اياه ورد كل شيء ما يضل به كلام فقط. هسه هم يريدون يرجعون الساحه غير الكيات ما ترجع. ليش؟ شغله بسيطه ابسط منها ماكو. كيات الايمن والكوسترات يمنعوهم يعبرون ذاك الجسر. اللي يريد هسته يجي على مثلا على بوز الجديده، وين يروح؟ هو من هناك اللي يجي يعبر وين يروح؟ لازم يجي على باب الطوب حتى يركب من باب الطوب يروح الموز الجديده او يروح لوادي حجر او كذا. فاهم من الايسر الايمن، يعني ساحه الايمن اهم شيء. من رجع ساعة الأيمن غصب عنهم الأيسر يرجعون. هسه الكيات حق يعني يقول لك أنا أجي ماكو ولا نفر، يعني إيش نشتغل؟ أنت رجع الأيمن أبو الأيسر يرجع، لأن يصير نقطة ارتكاز يصير باب الطوب. هاي واحدة. ثاني شيء هسه هاي المناطق كلها ما حد انطاها تعويض دينار. احتمال أني بعت غرض، بعت كذا، بعت كذا وكملت، بس البقية ما عندهم. تعال شوف هاي كلها أصحاب محلات، قسم منهم توفوا وما موجودين، وأولادهم موجودين ما عندهم ولا دينار يعمرون. ليش يعمرون؟ والله احنا بس نريد نطالب فتح باب الطوب. هسه كل شيء ماكو، يعني حركه حيل زينه داخل باب الطوب، يعني بس يفتحون الساحه الايمن والايسر هي كامله، وهاي الانقاذ يشيلوه هاي هذا الفرع كامل قال ايه بس الانقاذ. جاء المحافظ قال منين يومين ورا العيد مباشره هذا كله ينظف، يجي مدير البلديه حتى انطاق قال له بس تكمل هذا الفرع. أنا وياش ما ناقصه كل شيء. قبل جل هذا الحكي؟ قبل العيد بيومين جاء المحافظ هنا قال وجاء على مدير القسم قال هذا الفرع تنظف لي، وهذا من العيد لحد الان كل شيء ماكو. مطالباتكم الحكومه؟ والله مطالب بس فتح الساحه والحياه كل شيء ما بيها عادي. هسه انتم تعمرون على حسابكم الخاص؟ اي على حسابنا. ماكو اي دعم من لا ماكو اي دعم ماكو. والله نريد يرجعون على مكاناتهم الكيات العالم، هاي التنظيف يشيلون هالوساخه وهذه يرجعون ان شاء الله حياة طبيعية مثل قبل، والقمرية تنشال وترجع السيارات ويرجعون العالم والسوق جاهزة. هو من رجع السوق لبس باب الطبر رجعت العالم كله ان شاء الله بعون الله.